اليوم حنتعلم كيف ممكن نعمل ضوء يشتغل على الواي فاي بطريقة بسيطة ومش معقدة. تابعوني. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناة DIY Lab. هذا أول فيديو في القناة وإن شاء الله ينال على إعجابكم. نسيت تشغل الإضاءة قبل ما تقعد؟ بتحب تشغل الإضاءة عندك بطريقة ذكية وبوقت معين؟ اليوم راح نتعلم كيف نعمل إضاءة تشتغل بطريقة ذكية وعصرية باستخدام تقنية الواي فاي. مثل ما أنتم شايفين المنتج هذا اسمه سنوف، منتج سهل الاستخدام، سعره تقريبا $5 أمريكي. المنتج متوفر أونلاين في عدة مواقع. بالنسبة لي اشتريته من موقع علي إكسبرس، تقريبا أخذ من 2 لـ3 أسابيع حتى وصلني، كان في الشحن. وراح أحط لكم رابط المنتج تحت في صندوق الوصف للي يحب يشتري المنتج. مثل ما تشوفوا أنا فتحت المنتج أمامكم، فيه كتيب تعليمات عن كيفية تشغيل الجهاز بالإضافة إلى البرنامج اللي راح ننزله على التليفون حتى نقدر نتحكم بالجهاز. أول خطوة نجيب الإضاءة اللي حابين نحولها لإضاءة ذكية. أنا بالنسبة لي استخدمت تيبل لامب أو الإضاءة المكتبية اللي متوفرة عندي. راح نقوم بقص السلك الموصل حتى نقدر نركب الجهاز مثل ما أنتوا شايفين في الفيديو. بعد ما قمنا بتركيب الجهاز نفتح التليفون، نفتح جوجل بلاي ونكتب وي لينك في السيرش او في منطقة البحث، راح يطلع لنا البرنامج. انا بالنسبة لي طلع لي اول واحد مثل ما انتم شايفين. نقوم بضغط انستول او تحميل للبرنامج وننتظر للبرنامج حتى يتحمل، وبعد ما يتحمل البرنامج نقوم بالضغط على open أو فتح مثل ما أنتم شايفين في الفيديو. بعد ما حملنا البرنامج نضغط على Open، راح تفتح لنا صفحة فيها شروط الاستخدام للبرنامج. لازم نضغط على Agree عشان نقدر نستخدم البرنامج. بعد ما نضغط على أجري راح تفتح لنا صفحة فيها لوج إن. لازم نعمل حساب جديد في البرنامج عشان نقدر نستخدم البرنامج. أنا هنا اختصرت الخطوة هذه وعملت حساب وقمت بعمل اقتران للجهاز. أحب أذكركم عشان تعمل اقتران للجهاز لازم تتأكد أنك أنت على نفس الشبكة الواي فاي اللي راح تعمل للجهاز عليها اقتران. مثل ما انتم شايفين تمت عملية الاقتران بنجاح وقدرت اني اشغل الجهاز واطفي. راح اقوم بتثبيت الجهاز على التيبل لامب من الداخل او الاضاءة المكتبية.
باستخدام مسدس السيليكون. الحين الجهاز جاهز للاستخدام. مثل ما انتم شايفين تطفي الإنارة، تضغط الزر مرة أخرى تشتغل. طبعا في ميزات كثيرة في البرنامج، لكن أنا أخذت واحدة على سبيل المثال، التايمر. تقدر تحط وقت معين أنت حاب أن الإضاءة تشتغل بعد هذا الوقت. أنا على سبيل المثال هنا اخترت دقيقة واحدة كتجربة، ورح ننتظر الحين دقيقة ونشوف رح يشتغل أو لا.